معنا لليوم. شكرا جزيلا. يعني هلا مشاهدينا رح نروح مع بعض لأحمد أبو حماد المتواجد بسوفكس. أحمد صباح الخير. نعم صباح الخير. احكي لنا كيف الأجواء عندك هلا. نصب عليكم مرة أخرى من معرض. نعم الأجواء والله رائعة وجميلة، الجو كمان حلو لطيف، يعني في بعض الغيوم قلنا بجوز تشتي بس ما شتت، بس الأجواء جدا رائعة وجميلة بوجود هالنشامة، نشامة القوات المسلحة الأردنية ومديريات الأمن العام والدفاع المدني والدرك وكل الموجودين القائمين على هذا المعرض. نعم صباح عليكم مشاهدينا مرة أخرى. اليوم راح يكون لنا إطلالة خاصة من نشامة جيش اف ام، راح نكون معهم في إطلالة خاصة وعلى الهواء مباشرة مع إبراهيم الصمادي. الله يصبحك بالخير. الله يسعد صباحك، حياك الله. طبعا لكم دور كبير من بداية المعرض، كنتم موجودين، كان لكم بث مباشر على طول اليوم بعدة فقرات وبرامج مختلفة، عرضتوا كل شيء بخص المعرض بأجنحته والشركات والدول المشاركة وأهم المعروضات. تعرفنا على دوركم الكبير في نقل هذا الحدث الكبير من أرض المعارض هنا في ماركة. سيدي بالنسبة لمشاركتنا هنا في سوفكس 2018، احنا لا نشكر لأنه نقوم بواجبنا، هذا أول شيء. احنا إذاعة ممثلة للقوات المسلحة الأردنية، راديو جيش اف ام جزء أصيل من مجموعة الراية الإعلامية. طبعا نشكركم جزيل الشكر في التلفزيون الأردني على هذه اللفتة الطيبة وحضوركم لهذه الزاوية المخصصة لتغطية فعاليات معرض سوفكس 2018. حاولنا قدر الإمكان أنه نغطي كل الأجنحة، وهذا شيء مستحيل حقيقة. اللي بزور هذا المعرض سيجد الكثير، سيجد ما يلفت الأنظار، سيجد الشيء الجميل اللي مثير بأعين الناس، خاصة أنه الناس ما بتشوف هذه الأشياء إلا عبر شاشات التلفزيون. فقدر الإمكان إن شاء الله حاولنا نغطي كل الأجنحة، حتى الأجنحة الأجنبية وأجنحة الشركات العارضة، حاولنا أنه نتواصل أيضا مع الزوار، وإن شاء الله يا رب أنه نكون عملنا اللي علينا وزيادة إن شاء الله. نعم تحكينا عن هيك أبرز المقابلات والأحداث اللي ركزتوا عليها من خلال البرامج في جيش اف ام. احنا بشكل عام في برامج جيش اف ام عندنا برنامجي اللي انا بقدمه، برنامج هنا الاردن، برنامج بعيد كل البعد عن الخدمات، نحاول تسليط الضوء على الايجابيات، ايجابيات هذا الوطن، على الاجزاء المشرقه في هذا الوطن الجميل، يعني بعيدا عن الاجواء اللي قد اعتادتها الناس في البرامج الاذاعيه المختلفه، في مختلف البرامج الاذاعيه الناس تعودت بس للشكوى. يعني في بوطننا زي ما في بكل العالم، في بوطننا زوايا مظلمة بحاجة لإصلاح، سيدنا نفسه دائما ما يشير إلى موضوع الإصلاح حتى على المستوى الخدمي، ولكن نحن في جيش اف ام إن شاء الله دائما ما نكون الوجه الإيجابي للأردن الجميل. أكيد الله يعطيك العافية والله يصبحك بالخير. حياك الله زميل، أهلا وسهلا فيك. يا هلا بك. مشاهدينا كنا مع الأستاذ إبراهيم الصمادي في إطلالة صباحية خاصة من جيش اف ام اللي كانوا موجودين وكانوا متابعين لكل الحدث أول بأول، وكانوا طبعا ببرامج خاصة من كل هذا الموقع، تعرفنا أكثر من خلاله على أهم البرامج اللي بقدموها وعلى أهم الاستضافات اللي قدموها لمواكبة هذا الحدث العالمي. والآن مشاهدينا رح نرجع لاستوديوهات برنامج يوم جديد لمتابعة ما تبقى من فقرات. شكرا لك زميل أحمد، شكرا لفريق العمل متواجد هناك.